بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا من خير خلقك يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. الآن نذكر آية أخرى تابعة للآيتين ولو 3 آيات سابقة، باش تاخذوا حذركم، لأنه ما قالكم على ما نعلم مش علم ثابت، لكن حسب فهم القرآن ما قالكم إذا استمرتوا بهذا الغيوان، ما قالكم ما قال أهل الخسران. لا بين لكم، لأنه قطيعة مع القرآن، يعني ناجي عن قطيعة مع الرحمن، ما عادش عندكم وعي بأن هناك واجب الوجود وهو رب كريم ولا شريك له، لأنه لا ينقص شيء من القوة والسلطة. أمجد أذكركم الآية تاليها. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احنا نقولوها بصدق، مش الحمد لله كي القيرة تقولوا كيما احنا باش هكا تنومونا يا قال الحمد لله دونك هو منا. لا، ما فماش الانتساب بالطريقة الملتوية والمخادعة ما تمشيش. احنا مش من نوعك اللي كلمه يشفي وجهك واللي عبد لك. لا لا، احنا عباد الله وانتم عبيد الشيطان. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. رب الكل، مش رب البعض ولا رب للبعض. قال أرأيتم أخذ قل أرأيتم، شو عن التاريخ مع قل، وسيلة عضوية مع قل، لأن آمن أهل قل، قل هو الله أحد. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم الكلية، حتى الفيزيولوجية مش المعنوية، الوظيفية. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرب الآيات، أي نوزع الآيات، نفصل الآيات، ثم هم يصدفون دائما رغم البيانات الإلهية، رغم الإيصالات الرسولية عليهم السلام جميعا، مع ذلك يصدفون دائما. عندهم ان كومبورتمون دو ريبوسمون دو الاسلام، عندهم هما مرض، انا عياذ بالله في سلوكهم تجاه الاسلام، هو منبوذ. وحتى تركيا تو قداش من مره تحبك تصفي الجو مع الغربه المتخذه، وراضينها خاصه في الطليعة، في الوضح فرنسيين وفي الخفاء الكلاب الانجليز، اي كلاب كلاب مش الاخرين، ما نذكرهم الا بخير الحمد لله. ثم هم يصدفون، يعني علاش مش قابلين؟ لانه في حق الاسلام. وعلاش ما يقبلوش وقنوا لذلك ما يقبلوش باش تاكل المراه خماره؟ لانه عندهم الخمار هو علامه انتماء الاسلام على سبيل الى ان باش يوري روحه على في على مسمى ونظر الأنا. هذا بعض حقائق سوقهالكم لعل يتحين حالكم اللي غير اللي انتم تتصوروها، لعل يكون هذا بداية احسان لكم وبداية علاج لحالكم. وما ثم الا الله واحد، ولهذا قصوا الطريق على كل فكرة ديكم اللي فما آلهة متعددة، ولا ما فماش إله، وهذا لا يكون. هم الموجودات هي من خلق الرحمن، وبعد تجعلوا اللي الرحمن ليس موجود. اذا الاحداث كلها مش احداث، والواقع اللي عندكم انتم مش واقع، ومش تراسيلكم، تراسيلكم في فاجعه الموت المسمومه، ورقدتكم في المطموره حفر من حفر النار، ونهايتكم في بفرده والعياذ بالله. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او ما قال ربي وكتم الله. ايوه، الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. قل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هنا قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. يعني ما يمشي الهلاك والخسارة النهائية إلا الظالمون أنفسهم. ليزانجوست وزاد ديزانجوست دوبوي لو ديبي دو لا في humaine sur cette terre-là.
ثبتوا روحكم قبل ما تكونوا في الخسر الدائم والبوار المقيم. نسأل الله أن يقينا كل صلة بالجحيم. والسلام 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 على من أسلم أمره للرحمن.